السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وما غيكونش كور داك ما يكونش كور غتكون شي حاجة كتتعلق باللغة الفرنسية. واحد الموضوع اللي مهم بالنسبة لنا وفرصة زوينة بالنسبة لنا وحنا كنغطيوه أو لما كنعطيوهش اهتمام بزاف. كيف ما كتعرفوا ان في كل بدايه ديال السنه طبعا كتكون واحد يعني في اول حصه كتكون واحد اللحظات ديال التواصل او ديال التعارف ما بين الاستاذ والتلاميذ ديالو. داكور دونك مثلا غادي تدخل عند واحد الاستاذ ديال الفرنسيه اول حاجه غيبغي يقولها لك بريزونتيفو يعني قدم راسك. داكور دونك هاد القضيه ولا هاد المساله ديال قدم راسك في الحصه الاولى انا متاكده كلشي كيكون معقد منها. نقول لكم علاش. اولا حيت ما عندناش لا كومونيكاسيون ما تنعرفوش نعبروا على راسنا. ثانيا كيجينا ان واحد الحاجه تافهه حنا خصنا نكونوا بحال دي زورديناتور ندخلوا خصنا الدرس يتحط لنا الدرس والتمارين صافي كنحسوا براسنا خدمنا قرينا مزيان ما ضيعوناش في الحصه ديالنا. باغ كونطخ الا قال لك بريزونتيفو ولا قول لي شي حاجه عليك ولا نتعرفوا عليكم على الاهتمامات ديالكم غيجيوكم داكشي ممل. باغ كونطخ هو خاصك تفكر فيه انه شي حاجه زوينه سي اون ريزون دو بلوس انكم هي فرصه اوبورتونيتي هي فرصه لايش نقول لكم لايش فرصه باش توصل هذيك فرصه زعما لا تعوض انك توصل شي حاجه بغيتيها لذاك الاستاذ فرصه انك تقول له فوالا شوف انا كيف داير ها حيت بريزونتيفو ماشي هي جو مابيل جو مابيل كاوتار جي 10 ans جابيت اتيتوان جو سوي ني هادشي هو ما عنده ما يدير به ماشي ليه نيشان ليسونسييل شنو هو ليسونسييل عنده الوغ نهضر يعني غنهضر عليك يعني غنهضر على التلميذ كيفاش غيشوف الامور هي فرصه باش غتقولوا فوالا شوف انا كيف داير حيت في البريزونطاسيون في التقديم نقدر ندخل له بلي انا جو سوي تيميد انا حشمان انا حشومي ها جو سوي تيميد الكاركتر ديالي كيف داير انا جو سوي تيميد يعني انا حشمان راه لا لقيتيني ساكت راه ماشي بالضروره انني ما تنعرفش نجاوب راه نقدر حيت غير حيت حشمان اما انا راه يمكن عندي الجواب دونك انا انت ملي كتقول له جو سوي تيميد يعني كيقول يعني الاستاذ اوتوماتيكمون فاش كيفكر كيقول اذا حشمان دونك انا ملي نشوفو ساكت غنبقى نعطيه الباغول ليلو هضر تكلم واش عندك الجواب داكوغ ما غاديش يبقى يشوفك على انك ساكت حيت ما عارفش الجواب غيبقى يقدر يقول بوتيتر كيلي تيميد هو راه يقدر يكون حشمان حيت هو ديجا قالها داكوغ غادي نجي ونقول له مي ماتيير بريفيري سون الماتيماتيك ايدوكاسيون اسلاميك او لا لو فرونسي دونك هنا غادي تقول له شنو المواد المفضله ديالك مثلا الا غتقول له داكور الا غتقول له مثلا لو فرونسي فوالا غيعرفك ان انت كتعجبك الفرونسي واستاذ الفرنسي وغتقول له بلي انت كتعجبك الماده الفرنسيه فطبعا غيبغي يعطيك كثر وغيبغي يعطيك الباغول انك تهضر وغادي يبغي وغيعطيك الاهتمام كثر حيت انت مهتم بالماده ديالو. داكوغ دونك كنتمنى تكون وصل الميساج. مي كنجي نقول لك بريزونتيفو حتى شي حد ما كتلقاه رافع سبعه عفاك انا لا كتهربوا وكتسكتوا كتقولوا لا ما نعرفش نهضر هي بالعكس هي فرصه باش تقول له انت كيف داير شنو تيعجبك شنو ما تيعجبكش توصل ليه دا ميساج تحت الورقه كيف ما كنقول تحت الطبله كيف ما كنقولوا داكوغ دونك نخدموا واحد النموذج ديال بريزونطاسيون هادو ماشي غير ديال التلاميذ راه حتى عندي فئات بزاف اللي متبعيني في القناه مثلا اللي كي دابا اللي كي بريباريو المباراه ديال التعليم طبعا غيقول لك بريزونتيفو غيقول لك قدم لي راسك فديك التقديم ديال راسك ماشي كتعطي الحاله المدنيه ديالك شنو سميتك فين عايش شحال في عمرك لا وصل ليه شي حاجه شنو كتعرف دير شنو لي زيكسبيريونس اللي درتي تجارب شنو الخدامي اللي خدمتي فيهم ديطايي ليه داكشي عطيه كلشي داكور شنو اخر
وكذلك هكا بور اميليوري نوتر لونغ فرونسيز، يعني باش نحسنوا من النيفو ديالنا، يعني من المستوى ديالنا ديال الفرنسيه. يلا نبداو على بركه الله. اون ايفا، نبداو واحد ليكزومبلير نشرحوه نخدموه نشوفو كيفاش. داكور، دونك قالك بريزونتيفو. غادي نهضر مع بزاف ديال الفئات، مثلا اللي كيدفع التعليم اولا، المهم شي واحد كبير. داكور، دونك الا قال لك بريزونتيفو غتقول له سور لو شون. سور لو شون، دابا زعما في الحين، سور لو شون. مثلا الا كيوجه لك البارول ليك بوحديتك، بريزونتيفو سور لو شون. جو في مو بريزونتي بريفمون، يعني غادي نقدم راسي باختصار. داكور، حيت انت ما تحسبش راسك، ما تبينش راسك انك روبو. روبو يعني حافظ، يعني حافظ وكتعرض عليهم. ضروري شويه من الكومونيكاسيون. دونك قال لك بريزونتيفو، غتقول له سور لو شون، يعني في الحين. سور لو شون، جو في مو بريزونتي بريفمون، غادي نقدم راسي باختصار. داكور، دائما بالحركات ونحسب ونبين راسي انني واثق من راسي. دونك بون فوالا، بون فوالا، ماشي كنترول نيشان. جو مي بريزونت، جو مابيل تا 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 تا. لا، ما كنعرضش، ما كنمنحش براسي بلي حافظ، واخا انا راه حافظ، انا راه حافظ. راه من بعد هذا الفيديو بغيت كل واحد يدير بريزونطاسيون لراسو فشي وريقه ويعلقها انفاس معاه ويبقى دائما يقراها ويحفظها. الا جا شي واحد قال لك بريزونتيفو، ما يبقاش عندك، تعرف راسك انت اصلا كيف داير، شنو بغيتي توصل ليه. داكور، دونك بون فوالا، اذا حسنا دونك بون فوالا. بون فوالا جو مي بريزونت، يعني نقدم لكم راسي. داكور، دونك جو مي بريزونت، اول حاجه سميه وكنيه. طبعا ما يمكنلكش تدخل له مباشره في البريزونطاسيون انت ما عرفتش سميتك وكنيتك. دونك جو مابيل كاوتر شرود، المهم هذا بالنسبه ليا انا، واخا شي حوايج فيه ماشي صحاحين. المهم من موراها كتقول له فوقاش تزاديتي والمدينه. جو سوي ني لو 5 اولا لو 25 لو موا 3 1995 اسالي. داكور، دونك مثلا الا كنتي زاديتي شي مدينه اخرى وساكنه في مدينه اخرى، تقول له تا 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 اسالي. اي جابيت اكتويلمون ا تيتوان، او اسكن حاليا اولا اقطن اكتويلمون حاليا ا تيتوان. داكور، دونك ساليت انا عطيته هكا الحاله المدنيه ديالي، سميتي كنيتي فين سكن فين ساكنه فين تولدت و لا دات دو نيسونس تاريخ الازدياد. ندخلو دابا مباشره الموضوع، داكشي انا اللي بغيت نوصل ليه غادي ندخلو ليه. داكور، دونك مثلا الا كنتو بروميير اني كوليجيال غادي تقول له جي او 8.50 على اكزامان دو 6ييم اني بريمير. دونك طبعا الاستاذ غادي يبغي يعرفك شحال جبتي العام اللي فات باش يعرف النيفو ديالك. داكور، وعافاكم ما تكذبوش، الا جبتو 6 قول له 6، قول له جي او 6. الا جبتي 7 قول له جي او 7. الا جبتي 8 قول له جي او 8. داكور، بالفيرغول حطها ليه بالفاصله شحال جبتي فيها. دونك جي او 8.50 على ليكزامان دو 6ييم اني بريمير، في يعني في اولا نورماليزي، يعني الموحد ديال السادس ابتدائي. داكور، حاجه اخرى تبغي تقولها له هما لي ماتيير بريفيري، شنو هما المواد المفضله ديالك. وهنا عاوتاني بالتاكيد عفاكم غناكد عليها ما تكذبوش، شنو المواد المفضله ديالك. مثلا بالنسبه ليا انا مي ماتيير بريفيري سون ماتيماتيك اي ايدوكاسيون اسلاميك. دونك الماتيماتيك الرياضيات، ايدوكاسيون اسلاميك التربيه الاسلاميه. مثلا كيعجبك الفرونسي، مي ماتيير بريفيري سون ماتيماتيك اي فرونسي لاراب ايدوكاسيون اسلاميك. داكور، دونك جميع المواد اللي نتا كيعجبوك. داكور، دوزو نكملو. دونك ابري غادي ندوز ونهضرلو على لي زاكتيفيتي بريفاري، pardon les activités préférées ou là les loisirs. Nous sommes les activités préférées ou là les loisirs. Les loisirs ou les activités sont mal enchaînées, mon fait dans la diarrhée. Un ou les huiliers. Je ne peux rien dire. Donc comme d'habitude, quand on dit mes activités préférées c'est
عدت لكم هنا بزاف ديال الامثله ماشي غتقولهم كاملين، قول انت اللي كتعرف دير بالضبط وما تكذبش. علاش؟ حيت راه يقدر يسولك فشي حاجه، مثلا غادي تقول له مي زاكتيفيتي بريفيري سي جوي او باسكيت، يقدر يسولك شي حاجه في الباسكيت وانت عمرك ما لعبتي الباسكيت. دونك دائما لي زاكتيفيتي قول داكشي بصح اللي كتبغي دير. دونك مي زاكتيفيتي بريفيري سي باغ اكزومبل ايكوتي لا ميوزيك، مثلا سمع الموسيقى، حيت الموسيقى يقدر عاوتاني يقول لك شمن نوع ديال الموسيقى كتسمع، يقدر يدي ويجيب معاك الاستاذ في الهضره. فيغ دو سبور الا كنتي سبورتيف قولها، لا ليكتور الا كانت كتعجبك القرايه زعما تقرا الكتب، نافيغي سوغ انترنيت يعني كتبغي تبقشش في الانترنيت، نافيغي سوغ انترنيت، لا بانتور الا كنتي كتعجبك الهوايه ديال الرسم وكترسم، جوي او فوت او لا جوي او باسكت، هادي الدراري غتعجبهم ودايما طبعا غيقولوها جوي او فوت او لا جوي او باسكت، يعني هي كرة القدم او لا كرة الباسكت. حاجة اخرى في هاد لي زاكتيفيتي اللي غيمكن لي نضيفها، انه الا عندكم دي طالون دخلوها فيه، يعني الا عندكم دي زيكسبيريونس يعني موهبة او لا تجارب قولوها. مثلا عندكم هنايا اكزامبل ديالي انا ديال البريزونطاسيون دراسي، هكا تعرفوني كثر تقربوا مني. دونك مثلا انا الا قال لي شي واحد بريزونطي راسك، من بعد ما كنقول السميه انا الحاله المدنيه كامله كنجي كنقول، ماشي بالضروره نكتب مي زاكتيفيتي بريفيري سي، نقدر ندخل نيشان نقول جيم، الا قلت جيم يعني كيعجبني، دونك من موراها شنو غيكون دي زاكتيفيتي بريفيري شي انشطه كيعجبوني. دونك جيم لا ليكتور اي لو سبور داكور. دونك انا بالنسبه ليا كتعجبني القرايه والرياضه، وهنا كنزيد نضيف واحد الطالون اولا واحد اكسبيريونس عندي اللي هي جي لا سانتور نوار او كاراتي داكور. دونك مي كنقولها ما باش هكا البنات دقيس ما يعرفوني بلي راه عندي سانتور نوار في الكاراتي، دونك حتى وحده ما غادي تضر بك، هذه جاست جوغين وصافي. دوزو نكملو، يلاه نكملو. دونك ابري ندوزو لي كاركتير يعني لي كاركتير يعني كيف دايره شخصيتك داك. دونك هنا جو سوي تيميد، حشومي، انا حشومي او لا انا حشوميه، الا شتيني ساكته ماشي بالضروره ان ما عارفاش الجواب، راه يقدر نكون غير حيت حشوميه. دونك هنا اوتوماتيكمون الاستاذ شنو كيدير، كيبقى يعطيك الباغول، كيبقى يهتم بك، كيقول اه راه هذه بوتيتغ كو هي غير تيميد وصافي، راه ماشي ما عارفاش الجواب. او لا جو سوي كالم، انا مهدنه او لا مهدن كالم. دونك الا شاف شي واحد تيطير من المقله راه ما غاديش يمشي يحطو حداك في الطاويله، هذه باش زوينه الكالم تيجلس حدا الكالم، والبافارد كيجلس حدا البافارد. داكوغ. دونك جو سوي بافارد، عافاك اللي حركي او اللي حركيه وعز عليها الشغب وعيشوريه، عيشوريه بين قوسين، تقول جو سوي بافارد، او ليلى كان ولد جو سوي بافارد باش يحطك اللور كاع. لا غير كنضحك. نقدر مثلا نقول جو سوي توجور دو بون هومور، يعني انا ديما راش قاليه باخر، انت غادي تنشط لينا القصه. جو سوي سوفون فاشي، انا دائما طالع لي الدم، يعني الاستاذ ما غاديش يزعم ويضحك معاك ولا يشد فيك حيت دغيا تتحشمي ولا دغيا تتقلقي اولا انت دغيا تتقلق. جو سوي اوتونوم، جو سوي اوتونوم يعني انا تنعتمد على راسي بوحديتي، خدام تماريني بوحديتي، كنخدمهم دروسي بوحدهم، ما كاينش شي يشرح لي، ما كاينش شي يخدم معايا. مزيان هاد القضيه اوتونوم باش تبين لي بلي انت راه ما تتغش، ماشي تيوريك واحد ولد خالتك اولا واحد اختك كبيره عليك اولا خوك كبير عليك اولا واحد القناه سميتها قناه كوثر التعليميه. المهم ما علينا، جبت على راسي صداع. اخر فقره فوالا. دونك اخر فقره تقول طبعا شنو باغي تكون في المستقبل، دونك بلوتار يعني مستقبلا. داكوغ. جيمغي إتر، بغيت نكون، أو كتقول لي ميتيي، الميتيي اللي باغي نتا تخدمها، مثلا بروفيسور، أستاذ، دكتور، شونتور، مغني، بوليسي، فوندور، بيع أو شراي، نتا باغي قاع دير التجارة، نتا باغي تقرا تثقف راسك ومن بعد غتمشي للتجارة، جورناليست، باغي تكون صحفي، أختيست، تكون فنان، مهم تفننو في الإجابات، داكوغ. دونك كنتمنى من قبل نكون عطيتكم تكون شويه هكا كيفاش تبريزونتيو راسكم بلا ما
بلا ما يبقى معقدكم هذا الموضوع. دونك بالتوفيق لكم جميعا، تلقوا فيديوهات مقبله ان شاء الله. ما تنسوش لي لايك جيم، هبطوا التعليق، كتبوا لي اي حاجه بغيتوها. دمتم في رعايه الله.